هذا العام اهتمام كثير يعني من هذا المطار في هذو الصانعين الجزائريين للمعرض وللميدان يعني تاع القطاع الغياض علاه بوغ اون سامبل ريزون يعني افيك هادو لي زيزين لامين داروا في الجزائر تاع لي لا كونستركسيون تاع لي لي لا فابريكاسيون اوتوموبيل راهم يحوسوا كل زاساي دو سو بوزيسيوني يعني بور فورنير لي زيزين اللي حابين داروا وعندنا هذا العام تانيك يعني اون افي اون مي اون بلاس اوسي ما نساوش لي لو ميتي دو لوتوموبيل سي ان ميتي دافونير سي بور سا عندنا حاضرين معنا لا ديريكسيون دو لونسينيومون اي دو لا فورماسيون بروفيسيونيل تاع لا ولايه دوران Donc à travers donc, le ministère de la formation professionnelle, qui lance des formations diplômantes et gratuites dans le domaine de la maintenance automobile. Et c'est des formations de très, 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 très grande qualité.